وديننا دين الإسلام يحث على الجماعة وينهى عن التفرق. ولذا إخواني ينبغي أن نعتبر بهذا الاجتماع المبارك في الصلاة قبلتنا واحدة، ربنا واحد، رسولنا واحد، كتابنا واحد. لماذا نختلف؟ لماذا نختلف يا إخوان؟ ولذا إذا كان هناك خلاف في أمور يسوق فيها الخلاف، لا نجعل الخلاف سببا لاختلاف القلوب. الخلاف في الأمة موجود في عهد الصحابة، ومع ذلك بقيت قلوبهم متفقة، كلهم بعضهم يحب بعض ولا يبغض بعضهم بعضا. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن تكون كلمتنا واحدة. شعبنا وإخواننا وجيراننا وقرابتنا كلنا صف واحد مع دولتنا على كل من عاداها. ولذا نعلم جميعا أن التفرق أعظم سلاح يفتت الأمة ويفرق كلمتها. لماذا هذه الأحزاب الكثيرة؟ حزب التبليغ، حزب الإخوان المسلمين، حزب كذا، حزب كذا. لماذا لا نكون كلنا حزب واحد؟ لا بد أن نكون يا إخوان كلنا حزب واحد، كما أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فكلنا نتفق، وإذا اختلفنا نرجع إلى الكتاب والسنة، ولا يكون خلافنا هذا سبب في اختلاف القلوب والتباغض وبعضنا يكره بعض. لا، لا بد يا إخوان أن نتعاون على طاعة الله، وأن نعلم أيها الإخوة أن دين الإسلام يحث على الاستقرار. انظروا إلى ما حولنا كيف هم الآن، نسأل الله العافية. ولذا التفرق أعظم سلاح يفتت الأمة ويفرق كلمتها. ومن القواعد المشهورة عند بعض الناس أنك إذا أردت أن تنتصر على جماعة فاحرص أولاً على التفرقة بينهم، لأنهم إذا اختلفوا صاروا سلاحاً لك على أنفسهم، وليس أحد معصوم. لكن إذا خالفك شخص في الرأي في آية أو حديث مما يسوغ فيه الاجتهاد، فالواجب عليك أن تتحمل هذا الخلاف. وأيضاً نتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى أئمتنا وعلمانا رحمهم الله عز وجل، إذا كان هناك خلاف لا يكون خلاف في القلوب، وإنما يكون خلاف بالألسن، وإذا كان يسوغ فيه الاجتهاد. ولذا أنا أنصح إخواني كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: اجعلوا كل الأحزاب على الشمال، وتمسكوا كلكم بحزب واحد. ولي الأمر والشعب والكل كلهم يتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة أمامنا. القرآن الكريم والسنة موجودة أمامنا. فالله الله يا شباب لا تختلفوا ولا تخالفوا ولي أمركم، وابتعدوا عن برناء السوء، نسأل الله العافية.